سلام، راني دايره واحد لاكوكا. واش نحكي لكم؟ بعجينه مورقه سبيسيال. علاش عجينه مورقه سبيسيال؟ صنع بيتي، لان تاع برا قد ما تكون روعه وقد ما تكون بنينه وقد ما نكونوا نحبوها، ابدا ماشي كيما العجينه اللي راني رايحه نعطيها لكم. شوفوا ليا، راني نحاول نجيب لكم التوريق ديالها. راكم تشوفوا فيها ماشي كامل ميدومه، وشوفوا ليا كيفاش راهي طيبه لداخل، على عكس البيتزا ولا لاكوكا ولا البيتزا كوفير تاع المحلات. دائما ما نلقاو طبقات من الداخل ما نحلق لهمش طياب، مع انهم يستعملوا فرن يعني رائع في المنزل. بالعجينه المورقه العاديه ابدا ما رانا رايحين نحصلوا على النتيجه تاع العجينه المورقه لنهار اليوم. وصفه بالك وتضيعوها من يديكم، قد ما تاكلوا منها ما راهيش رايحه تكهمكم. وفي الفيديو ديالها جاب لي ربي راهي تهدر وحدها. وصفه بسيطه وفيها تقنيات بزاف سهله، ما تطلب حتى يعني خبره. نجوزوا للمطبخ باش نبداو الوصفه بجميع مراحلها واسرارها. نبداو الوصفه ديالنا. عندنا مقادير بزاف بسيطه. عندي كاس من الحليب يكون دافي، عندي ربع فنجان من الزيت، عندي حبه بيض واحده، عندي مغرفه صغيره تاع الخميره الفوريه، مغرفه تاع القهوه، ورشه من الملح، عندي كذلك مغرفه صغيره تاع الخل، وعندي قرصه فقط من الخميره الكيماويه. قولوا بسم الله ورانا رايحين نديروا جميع هذه المقادير معا ونلموا بالفارينه. نضيف شويه تاع الخل هكذايا، ودوكا نضيف الفرينه بالتدريج، ومغرفه تاع القهوه من الملح، ومغرفه كذلك صغيره من الخميره الكيماويه. بسم الله. العجينة تاعي انضمت لي، ودوكا راني رايحة نقسمها إلى أربع كور متساوية، نرطبهم كيما يلزم الحال. هاد الكرات راني رايحة نغطيهم افيك ان فيلم اليمونتيغ ولا طريشنا تكون نقية باش ما يديروليش لاكخوت من الفوق. نخليهم يستعفاو ويختمروا بصح ماشي بزاف، ونعاود نولو لتتمة الوصفة. العجينة ديالي خمرت لي كيما راكم تشوفوا لي بول. دوكا نقولوا بسم الله ونبداو العملية الأكثر أهمية في كامل هذه الوصفة، وهي نحلوا العجينة على شكل مربع، العجينة الأولى زائد العجينة الثانية، باش نبداو نديرو الفيتاج. حلينا الكرة الأولى والكرة الثانية، ودوكا نقولوا بسم الله وندهن. ذوبت الزبدة، ندهن هذا الجزء كامل بالزبدة هكذايا هكذايا، وناخذ القليل من المايزينا هكذايا، ونقعد نجوز فوق هاد الزبدة هكذايا، ندير كامل في الأجزاء هكذا. ومن بعد اكيد ندير العجينه الثانيه اللي حليناها معا هكذا، ونعاود نسقمها باش تطيح انيفو مع خوتها. صدقوني العجينه راهي رايحه ابدا ما تعبكمش. شوفوا مدلكناها، ما مسيناها، لميناها برك بالملعقه. شوفوا هكذا كيما راكم تشوفوا هكذايا هكذا. دوكا كيما نسمن نقولوا بسم الله، نديرو الجهة الأولى ونغلقوا عليها الجهة الثانية هكذا، ونعاودو نديرو الزبدة هكذا، ونزيدو نديرو نشا بسم الله هكذايا هالا، نزيدو نديرو دوكا لو دوبلو تور ديالنا هكذا بسم الله. واحد زوج هكذايا كيما راكو تشوفو، نزيد ندير الزبدة
هنايا وهنايا. هالكمية تاع المارغارين اللي راني دايرتها يعني راني لحقه مغرفه وحده فقط هكذا. ودوكا نقول بسم الله ونزيد نطبق. شوفوا ليا توريق ماجيك. هذه نخليها مغطيه بفيلم غذائي ترخف روحها باش نعاود نحلها تولي لي عجينه واحده. هاد الكرتين حيولوا عجينه واحده مورقه. ودوكا راني رايحه نكمل بالكرتين اللي قعدوا لي نفس العمليه اللي درتها باش نحصل على ورقه ثانيه، وهكذا تكون عندي طبقه من تحت وطبقه من فوق. فوالا نقول بسم الله بعد ما ارتاحت لي العجينه ونبدا ندير مربع هكذايا. شوفوا ليا ما فيها حتى تعب وتجي مرقه كي تاكلوها، ابدا ماهيش رايحه تجي مصبطه، وراهي رايحه تجي ماشي ميدومه، فيها واحد البنه صدقوني مع هذيك المايزينا اللي درناها. فوالا انا ندير المربع الاول نحطه في الصينيه ونديرو بلا فورشيت في جو بيك ونزيد في النص. اكيد على بالكم بلي رانا رايحين نديرو ماذا، حنديرو تشكتوكا. الوغ تشكتوكا انتم احرار تاع المحلات، شتوهم يديروا البصل هكاك جواناح ويخلوه كروكون، يديروا الطوماطيش غير شويه كونكاسي. انا العكس، انا درت بصله واحده قطعتها مربعات رقيقه قليتها مع شويه ملح وفلفل اسود، ومن بعد درت الطوماطيش قطعتها مربعات رقيقه وخليت كلش تجمر فيما يلزم الحال. فوالا انا حطيت العجينه ديالي في صينيه هكذايا، لازم وضروري ديروها رقيقة باش تجي كروستيون. ودوكا نحط العجينة الثانية هكذايا غير بسياسة فوالا، ونسقمها بكل سهولة. نسيي هكذايا العجينة الأولى، نجيب سكين ونسقم كيما يلزم الحال، نحي زائد الفائض تاع العجينه باش يكون العمل نظيف. ونجيب ايضا حبه تاع البيض وحده ندربها كامله مع قشطه تاع الملح باش ندهن كامل الوجه. هلا نقول بسم الله ونبدا جو تراس، بصح ابدا ما نلحقش لاصوص والو، غير هكذا من الفوق ندراسي المربعات ديالي هكذا حاجة خفيفة هكذا. فوالا انا درت صينية وحدة وعبرت بكاس صغير، شوفوا ليا جاتني صينية معتبرة هكذا، ناكلو ونفرحو بها وماناش مضطرين ابدا نشروها، وبلا ما يكونوا عاجبيننا فيها بزاف صوالح، معناتها حنا نحبوها بصح نغمضو عينينا على بزاف اشياء ما يعجبوناش فيها تاع المحلات هكذايا. ودوكا اكيد ندهن الوجه وندير قطره برك وحده تاع القهوه مع رشه تاع الملح باش ندي لون شباب، واكيد الزيتون الاسود نديرو حبيبه في كل مربع. من الجهه الاخرى راني شاعله الصينيه ديالي في الفرن على اقصى درجه، نخليه يسخن لي وندخل الصينيه بعد ما نخليها ترتاح لدقائق فقط، ما نخليهاش تخمر بزاف يعني دقائق فقط، ندخلها في الرف الاسفل نخليها على 200 درجه، ومن بعد نشعل لها من الفوق باش تتحمر وتدي تحميره رائعه. لحقنا النتيجة النهائية تاع البيتزا اللي درناها نهار اليوم، بيتزا كوكا بعجينة مورقة مميزة، درنا فيها ان دوبلو تور ضربة واحدة، تحصلنا على نتيجة مبهرة صدقوني. نهارك رايحين تجربوها راكو رايحين تتفاجئوا، شوفوا ليا كيفاش طايبة لداخل، شوفوا التوريق تاع العجينة كيفاش داير، هذيك التكتوكا واش نحكي لكم من السما. ننصحكم تجربوها كيما راكم تشوفوا، رانا سخن الحال، الاطفال هذا واش يحبوا مع مشروب يكون بنين صنع بيتي، ما تحوسوا على حتى مرميطه واحده اخرى، طريقه سهله نتمنى تجربوها وتبارطاجيوها كامل مع احبابكم. انضموا لقناتنا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بقاو على خير.